عاد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أمس الثلاثاء ليجدد إيمانه بإمكانية التوصل إلى سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ورفض بالمقابل انتقاد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وعلى هامش مؤتمر صحفي عقده إلى جانب نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار هاربر إلى أنه على الرغم من الخلافات القائمة بين البلدين، فهو لم يأتي إلى إسرائيل لانتقاد قادتها أو انتقاد سياسة السلطة الفلسطينية. الجدير ذكره هو أن كندا وعبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكندية لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، كما تعتبر أوتاوا أن المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. إلى ذلك، وصل هاربر زيارته الرسمية لإسرائيل وزار النصب التذكاري لضحايا المحرقة اليهودية وحائط المبكى، حيث تجمع مئات الأشخاص للترحيب بزيارته بسبب دعمه المطلق لإسرائيل. الجدير ذكره هو أن هاربر ألغى الزيارة كانت مدرجة على جدول أعماله لقبة الصخرة لدواعي أمنية. من المتوقع أن تعلن اليوم رئيسة الوزراء في مقاطعة نيوفاوندلاند واللابرادور كاثي داندرديل عن استقالتها، وفق ما نقلته قناة هيئة الإذاعة الكندية الناطقة باللغة الإنجليزية. وتعقد اليوم داندرديل اجتماعا لكتلتها النيابية في العاصمة سان جون، علما أنها كانت موضع انتقادات لاذعة في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في مطلع الشهر الحالي. وفي كلمة لها حول أداء حكومتها عام 2013، اعترفت داندرديل بمرور عام صعب، ونشير إلى أن رصيد الحزب الحاكم تراجع في استطلاعات الرأي خلال عام 2013 لصالح الحزب الليبرالي. وفي إطار الموازنة الأخيرة للحكومة في مقاطعة نيوفاوندلاند واللابرادور، بلغ حجم العجز نصف مليار دولار، وأدرجت الحكومة إجراءات لتقليص حجم القطاع العام، وهذا القرار هو مصدر الاستياء في صفوف المقيمين في المقاطعة. رأى المجلس الكندي لرجال الأعمال أنه يتوجب على وزير المالية الفيدرالي جيم فلاهرتي عدم نسيان الشركات عندما يحين الوقت لمعرفة كيفية صرف الفوائد المالية في الموازنة قبل الانتخابات العامة المقبلة. وعلى الرغم من دعمه الحالي لجهود فلاهرتي الرامية إلى إلغاء العجز في الموازنة، أكد المجلس المذكور في رسالة يعود تاريخها إلى 17 من شهر كانون الثاني جانفيه الجاري أن عدة جهات ستتطلع إلى أوتاوا عند الإعلان عن فوائد في الموازنة لتتمكن من الحصول على نصيبها. شهد سعر صرف الدولار الكندي تقلبات عديدة عشية إعلان مصرف كندا المركزي عن معدل الفائدة الأساسي، وأقفل الدولار الكندي أمس فوق عتبة 91 سنتا أمريكيا بانخفاض بنسبة 0.21%. مع العلم أنه عند افتتاح الأسواق المالية أمس تراجع سعر صرف الدولار الكندي إزاء الدولار الأمريكي إلى ما دون عتبة 91 سنتا أمريكيا. يبدو لغاية الساعة شهر كانون الثاني جانفيه صعبا بالنسبة للدولار الكندي. على سبيل المقارنة، مع نهاية العام 2013 خسر الدولار الكندي أكثر من 2.5% من قيمته، وتراجع إلى مستويات لم يصل إليها منذ أكثر من 4 سنوات. أشارت مؤسسة الإحصاءات الكندية إلى أن مبيعات الجملة في البلاد حافظت على مستواها خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر الفائت مع 50 مليار و400 مليون دولار. وكشفت الوكالة الحكومية أن التراجع الملحوظ في مبيعات القطاعات الفرعية التي تمثل 63% من مبيعات الجملة قابله ارتفاع في القطاعات الفرعية لمبيعات السيارات وقطاعها وقطاع المنتجات الغذائية المشروبات والتبغ. وفي تشرين الثاني الفائت ارتفعت مبيعات الجملة في 4 مقاطعات كندية تمثل مجتمعة 57% من مبيعات الجملة في كندا. وسجلت مقاطعة أونتاريو أعلى نسبة من الارتفاع في حجم المبيعات، في حين سجلت مقاطعة ألبرتا أدنى حجم. أما في مقاطعة كيبك فقد تراجعت مبيعات الجملة بنسبة 1.1% خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر، بإشارة إلى التراجع الثاني في المبيعات بظرف 3 أشهر.
اعترف رئيس بلدية تورونتو روب فورد يوم أمس الثلاثاء أنه كان مخمورا عندما ظهر في تسجيل مصور جديد عبر الموقع الإلكتروني يوتيوب، وبأن تاريخ التسجيل يعود إلى يوم الاثنين. ويظهر رئيس البلدية وهو يقلد لهجة الجامايك ويستخدم ألفاظا مبتذلة. وفي كلمة أمام الصحفيين قال فورد أنه يفعل ما يشاء خلال أوقات فراغه وبأن هذا الأمر لا يخص أحدا غيره. كما لم يتطرق فورد إلى كيفية وصوله إلى المطعم حيث تم التسجيل، ويشتبه البعض بكونه يقود سيارته تحت تأثير الكحول. أشارت مؤسسات الأحصاءات الكندية إلى تراجع عدد الرحلات من الولايات المتحدة إلى كندا خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر، في حين حافظت الرحلات الكندية باتجاه الجار الأمريكي على استقرارها. وبلغ عدد الرحلات التي قام بها المقيمون في الولايات المتحدة إلى كندا 1,700,000 رحلة، بانخفاض بنسبة 2.5% عما سجل في تشرين الأول أكتوبر الماضي. من جهة أخرى قام الكنديون قرابة 4,700,000 رحلة إلى الولايات المتحدة خلال الفترة الزمنية نفسها. إلى ذلك ارتفع عدد الرحلات إلى الخارج بنسبة 2.2% إلى 837,000 رحلة في تشرين الثاني، وتراجع عدد الرحلات من الخارج إلى كندا بنسبة 3.2%. مع هذا الخبر ينتهي الموجز، نلتقي مجددا على رأس الساعة.